عايزة واحد جامد كده يجي معايا يهد حيطه. تعالى انت. انا انت اركب، مستني ايه؟ هي الحيطة اللي عند حضرتك طوب أحمر ولا مسلح؟ حيطة طرية، الأول تستحمل وبعدين تهدها. قصدك بعد ما هدها؟ قبل ما تهدها وبعد ما تهدها. وممكن تهدها على راحتك، يوم اتنين تلاتة، ما انت هتاخدها مقاولة. تعرضت الامن القومي بتاعنا للخطر. لو كانوا قفشوك سوى البوليس او الاهالي كنا اتخذنا في الرجلين. واحنا بقى ملناش نيابه، احنا بيطبق علينا قانون الطوارئ عدل. يا معلم المساله ليها ابعاد تانيه. ما تكلمنيش زي بتوع التلفزيون، كلمني كلام اعرف افهمه. ما تسمع منه يا مولانا، مش يمكن يكون كلامه صح؟ طيب هاتي ما عندك. قالت لي تعالى عشان اهد حيطه، وهي كانت عايزاني في حاجه تانيه. حاجة تانية ازاي يعني؟ كانت عايزاني افحت في بير. المية عندها كانت مقطوعة؟ مية ايه يا مولانا؟ ما تفتح مخك شوية. عدلك يا كبير. ما انت عارف يا سيد الناس ان الحاجة التانية اللي بيقول عليها دي ما بتجيش بالغصب، لا من راجل ولا من ست، والناس امزجة يا ملك المزاج. مدرسة. شوف يا ابن الناس، احنا حقنا وصلنا على داير المليم، بس لازم نعمل شغلنا على اتم ما يكون. الليله دي اخر ليله ليك معانا، ومن بكره هتبقى مش معانا. خطه هروبك خلاص استوت على الاخر. الله يطمنك يا مولانا. هتركب قطر الصعيد لغايه اسيوط، تنزل اسيوط وتركب القطر من اسيوط للسويس. وايه لازمتها اروح اسيوط؟ ما اطلع من هنا على السويس على طول. غشيم، فين التمويه يا متعلم يا متنور؟ تمويه ايه بس؟ كمان القطارات كلها مباحث. برضك غشيم، حد قالك ان انت هتركب القطر زبون؟ امال ايه، سواق؟ لو بتعرف تسوق نخليك تسوق، انما احنا نخاف على ارواح الناس. وبعد ما ارجع من اسيوط على السويس هيستلمك برع المنطاد يسفرك على مدغشقر، وهناك انت حر بقى، تقعد تغادر، انت حر. يا معلم انا مش عايز اسيب مصر واهرب. يبقى السجن يا ابن الناس. ما انا قاعد معاكم ومشمول بحمايتك. تزعل مني لو قلت لك ان انا ما اقدرش احمي نفسي؟ اوعى تصدق ان في كبير في اي حته ولا كبير في اي حاجه.